العلماء هم سرج الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره، ومثل العالم في بلده كمثل عين عزبة يستقي منها الناس. فالعالم رسول يبلغ عن رسول في بلده، إذا اختلف الناس في مسألة يقول نسأل عالما، وإذا اختلف الناس في أمر يقول نرجع لعالم، وإذا قال الناس وقال الناس استفتى الإنسان قلبه وقال أرجع إلى أهل الذكر. فالعالم مصباح، فالعالم مصباح ينير للناس بعلمه الذي استودعه الله في قلبه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نبقى الآن مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سألني سائل: كم كانت سن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسري به؟ وكانت الإجابة: كانت سن الرسول صلى الله عليه وسلم 51 سنة و8 أشهر و20 يوما. 51 سنة ثمانية أشهر وعشرون يوم. والملابسات معروفة بتاع رحلة الإسراء والمعراج اللي بتقول لنا كلما اشتد الحلق لابد وأن ينبثق الفجر. اشتدي أزمة تنفرجي. وأنتم تعلمون كما حدثنا شيخنا والمشايخ بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى من عجائب قدرة الله ما رأى، وأعطاه الله عز وجل من الخيرات له ولأمته ما أعطاه، لكني سأتوقف عند ثلاث عطايا. أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج الصلوات الخمس، رقم واحد. رقم اثنين خواتيم سورة البقرة. رقم ثلاثة غفر لمن لا يشرك بالله شيئا المقحمات. لو أذنتم لي حناخذ من الآخر للأول. غفر لمن لا يشرك بالله شيئا المقحمات. إيه المقحمات؟ الذنوب، الكبائر التي تقحم صاحبها في النار والعياذ بالله. واحنا عايزين الأمة تستيقظ والشباب يستيقظون، وأنا عايز كل الأئمة يقولوا للناس هذا الكلام. لن ولن دي عند الزمخشري تفيد نفي التأبيد. لن يدخل الجنة مشرك، ولن يخلد في النار موحد. لا إله إلا الله.
هل الكلام ده معناه إغراء الناس بفعل المعاصي؟ لا، كل الأمة الإسلامية على مستوى العالم بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا وأنت باعتبرنا بشر، تركبنا الفسيولوجي والبيولوجي بيجعلنا نرتكب معاصي وذنوبا وآثاما. بترتكب الذنوب توب، فإن تبت إلى الله توبة خالصة نصوحة غفر الله لك ذنبك. تفضل حاجة، في شفعاء بعد ما تموت زي ما شيخنا قال، الشهداء، الأنبياء، الصالحون، كل دول حيشفعون يوم القيامة. ولو فرض والعياذ بالله ربنا ينجينا جميعا من نار جهنم، إن واحد يعني عذب فيها بعض الشيء سيخرج بالشفاعات، وآخر من سيخرج من النار سيخرج بشفاعة كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى الرسول أعطي ليلة الإسراء والمعراج غفرا لمن لا يشرك بالله شيئا. المقيمات وطبعا معانا مشايخنا والحفظة والقراء والعلماء، وانتوا كلكم بفضل الله عارفين ان في ايتين في القرآن: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ماشي، يبقى القضية قضية الإيمان، قضية عقيدة، قضية توحيد. ده رقم ثلاثة في الايه؟ في العطايا اللي احنا تكلمنا عنها. رقم اثنين، اعطي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة. وانا مشايخي الذين اخذنا عليهم القبضة منذ ان كنا صغارا كانوا بيعلمونا دايما ان احنا كل ليلة من ضمن الورد بتاعنا ان احنا نقرأ خواتيم سورة البقرة. وطبعا مشايخنا عارفين، واحنا تكلمنا الكلام ده قبل كده لما تنزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما ايه وما في الارض، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. انتوا عارفين في اسباب النزول عند السيوطي وعند النيسابوري، قالوا بان لما نزلت الآية دي الصحابة ضجوا. وجمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت قلت لنا صلوا صلينا، زكينا، حجوا القادر بيحج، صوموا صمنا. انما الآية دي ما نقدرش عليها ابدا. ليه؟ لانه لا يطلع على الضمائر الا الله. ولذلك كان اخطر ناس وما زاد على المجتمع الاسلامي مش ثم الكفرة، لان الكافر ظاهر قدامك ان هو ايه؟ كافر، وهو عدوك وانت عدو. انما اخطر حاجة اللي هم بيسموهم الطابور الخامس، المنافقون، اللي يبقى قدامك في الوش براية وفي الافة ايه؟ سلاه، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ ليه الثعلب. ولذلك مرة كنت بتكلم عن أصناف الناس في القرآن الكريم، ولقيت ربنا في أول سورة البقرة قسم الناس إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول المؤمنون، وما سماهمش مؤمنين، ده سماهم متقوا، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ليه، وذكر صفاتهم في خمس آيات. ده الصنف الأول. الصنف الثاني الكافرون، تحدث عنهم في آيتين اثنين.
الصنف الثالث المنافقون، تحدث عنهم في 13 آية، 13 عشان يرسل برقية للناس ويقول لهم انت لما تعرف عدوك ماشي، اما تعرف عدوك فانت هتاخد حذرك منه. انما لما واحد يبقى معاك ومسلم وبتاع وكل حاجة لكنه يخونك ويغدر بك، يبقى هو ده منتهى لإيه الخطورة. لذلك السورة بأكملها زي ما انتم عارفين في القرآن سماها ربنا سورة ليه؟ المنافقون. وسورة التوبة تكلمت كثيرا عن صفات المنافقين، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما بيقول إن ربنا ما زال يقول في سورة التوبة ومنهم 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 حتى خفنا ألا يترك أحدا من المنافقين إلا وذكره. ولذلك بيقولوا على سورة التوبة إنها السورة الفاضحة، السورة المقشقشة، لأنها فضحت أحوال مين؟ المنافق. فالواحد ممكن أن يتكلم وربنا بنص هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض حيحاسبنا على الكلام وحيحاسبنا على ما أضمرناه في أنفسنا. يعني أنت لو أنت أضمرت في نفسك الآن حقدا وحسدا وكبرا بأني ده رجل صفته، يبقى بنص الآية ربنا حيحاسب. فالصحابة قالوا له ما نقدرش على الحكاية دي، فالرسول قال لهم لا تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا، الرواية بتقول فمثلت يعني جرت بها ألسنته. الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله الآية الأخيرة من سورة البقرة وهي قوله تعالى كما تحفظون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. طب يا مشايخ، هو ليه قال كسبت في الخير واكتسبت في الشر؟ قال لي اني ممكن انت تعمل الخير وما تتعبش في عمله، تكلم كلمة كويسة، تميط اذى عن الطريق، تصلح بين الناس وبتاع، مش هتبذل فيه جهد كبير. إنما بيقول لك العلم اللي بيعمل شر بيتحمل مشاق شديدة، واحد هيسرق، واحد هيرتكب الفاحشة والعياذ بالله، شوف بيتحمل من المشاق قد ايه عشان خاطر يعمل الايه الشر. ولذلك ربنا جاب 3 حروف بس، كسبت والتأتى التانيث طبعا، انما في جانب الشر قال وعليها ما اكتسبت. واحنا عندنا قاعدة في اللغة العربية بنعلمها لأبنائنا، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. انا ما بعرفش اتكلم وحد بيتحرك او واقف، لو سمعت لها ما اكتسبت وايه وعليها ايه وعليها ما اكتسبت. الرسول ساعة ما نزل جبريل بهذه الآية ويقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال امين، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما عملتوا الذين من قبلنا قال آمين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فاصبر على القوم الكافرين قال ايه قال آمين. ماشي 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 ماشي. يبقى ده من العطايا اللي ربنا اداه لرسوله وللأمة في ليلة الإسراء والمعراج. العطية الأولى بقى اللي هي الصلوات الخمس. أنا قلت يا ما قلت يا ما المشايخ اتكلموا عن الصلاة، ما تيلا كده قلت لنفسي النهاردة أشوف لفظ الصلاة ورد كم مرة في القرآن. ف
فلقيته ورد 65 مر. طيب ما تيلا نشوف لفظ الإنسان ورد كم مرة في القرآن الكريم. لقيته ورد برضو 65 مر. طيب قرأت للفيروز بادي في معنى كلمة الإنسان، فلقيته بيقول بأن الإنسان ما سمي، أنا ما بعرفش أتكلم والله، والله ما بعرف أتكلم وأي حد بيحرك. لقيت لفظ الإنسان من النسيان، ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه، وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب ونسيان. طب قلت يا ترى لفظ إنسان ورد 65 مرة في القرآن، المعنى واحد؟ طبعا لا. وجدت في كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي في كتاب الله العزيز يقول ورد الإنسان في القرآن على 20 وجها. يعني ركب معنى 20 ايه؟ 20 معنى. احيانا يطلق القرآن ويراد به، يطلق الإنسان ويراد به الإنسان عامة، أي إنسان، وأحيانا يطلق ويراد بالإنسان الكافر، وأحيانا يطلق آلم ويراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند الرسول دي لقيت الآية: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. من معاني كلمة ما لها أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوردوا في ذلك بعض الايه؟ بعض الأحاديث. طب قلت ما أخذ مفردة واحدة من مفردات كلمة الإنسان وأتحدث فيها مع الأكارم، لقيت ما تكلمتش أبدا قبل كده عن كلمة الإنسان في سورة المعارج. سورة ايه؟ وانتوا حافظين سورة المعارج، تسمى سورة سألة، وتسمى سورة المعارج، وتسمى سورة الواقع. لا، لأن سأل لأنه قال سأل سائل، مش كده ولا ايه؟ وقال بعد كده بعذاب، والباء بمعنى عن، عن عذاب، وقال واقع، عشان كده سموها سورة الايه؟ الواقع، مش كده؟ وقال من الله ذي المعارج، يبقى لها كم اسم؟ ثلاثة. وخد الحكاية دي، كل ما ورد في القرآن توقيفي. توقيف يعني ما فيش اجتهاد لا من الرسول ولا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى هيبقى اسماء السور ايه؟ توقيفية. يعني الرسول سماها سأل، وسماها واقع، وسماها ايه؟ المعنى، مش كده؟ طيب كلمة الإنسان بقى زي ما انت عارف وردت في سورة المعارج عند قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. قلت والله أبحث في المعاجم عن معنى كلمة هلوعا، فلقيت أحسن تفسير هو ما فسره الله به: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. يعني تصب بمصيبة بشر، تهلع، تفزع، تضجر، تحزن، تبكي، تصرخ. طيب وإذا مسه الخير، ومن معاني كلمة الخير المال، إذا مسه الخير منوعا. أنا قلت من قريب في أشمون بأن كنت بخطب في مسجد المحط، والجمعية الشرعية بيوضبوها، وجمع المحطة بيوضبوه. قلت إن حول هذين المسجدين أناسا
معهم ملايين بل معهم مليارات، والواحد منهم من الممكن لا أن يبني مسجدا يا شيخنا، ولكن يمكن أن يبني مجمعا إسلاميا، ومع هذا فإنهم يبخلون على بيوت الله بما آتاه الله من فضل. كده ولا إيه؟ والدنيا ما بتنهنش إلا على الغلابة، مش كده؟ طيب، يبقى إن الإنسان خلق وربنا يجعلنا كلنا من الغلابة، لأن الرسول قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. والخبراء قبل كده والعلماء قالوا إذا أراد زعيم أو رئيس أو وزير أو أيوة أو نائب أن يستقر في موقعه فعليه أن ينحاز إلى صفوف الفقراء والمساكين، مش كده ولا إيه؟ أن ينحاز صفوف الفقراء والإيه؟ والمساكين. يبقى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر، وبتزعل إيه يا حبيبي؟ هلا من لم يصب زي ما الشاعر قال، لقى واحد ابنه الوحيد شاب مات، فالشاعر راي عشان خاطر يواسيه لأه زعلان قوي، فقال له من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا طريق لست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اما القرآن بيتكلم بقى، هو الإسلام دين النكد زي ما بعضهم يدعي أنه داعية ويدعو الناس والإسلام وبتاع، ويطلع على المنبر عايز يا مولانا يمسك بقى بتاع دمرزبة ويضرب اللي تحت ومتجاهم وبتاع. هو أنت يعني اللي تقي والناس كلهم اللي قاعدين تحت دول؟ ما خدت بالك أبدا، ده عايزين يفقهوا الدعوة. الإسلام فيه فرح والإسلام فيه طرح. الفرح هتلاقي الفرح ورد في القرآن في معرض المدح وفي معرض الذم. في معرض المدح مثلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايه فليفرح، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. انما في موضع الترح مثلا لما قوم قارون شافوه بقى وطالع وماشي في موكبه وما الى ذلك، وحواليه الخدم والحشم والكلام ده كله، وبعدين بيقولوا له يا راجل اللي اتقي الله، رد عليهم وقال له انتم مفكرين المليارات اللي عندي دي حد اداها لربنا ولا حاجه؟ ابدا، ده انا عندي خبره بعلم الكيمياء وانا استخدمت هذا العلم في تثمير مالي، فكل اللي انت شايفينه ده من عندي انا، ما هوش من عندي ايه؟ من عند ربنا. فقعدوا العقلاء من قومه، ولازم يبقى في كل كفر في كل عزبة في كل قرية في كل مدينة لازم يبقى فيه عقلاء خبراء حكماء. ربنا عمل كده عشان لما تحصل مشكلة الناس تلجأ ايه؟ تلجأ. فهم بيقولوا له يا اخي من ضمن النصيحة بتاعتهم له لا تفرح، لا تفرح يعني تغم طول الظهر كده، احزن. قال لك لا، ان الله لا يحب الفرحين. فرحين معناها الذين يبطرون بنعم الله على خلق الله. ربنا ادالك نعمة، ولذلك انا قلت جملتين ربنا هداني اليه. الاسلام بيقول لك ماشي يا مولانا، اذا فرحت فلا تبطر، واذا حزنت فلا تجزع. تفرح يبقى ما فيش بطر ولا كبر ولا خيلاء. الاسلام فيه فرح ايوه، انما مش زي الافراح بتاعتنا دي، لان انا بقول ان اول ما نبدا افرحنا بمعاصي الله، ومش زي الاحزان بتاعتنا دي برضو. تستمع قران باصوات كبار القراء بتاع ما فيش ادنى مشكله، انما يقعد يولول والنساء تصرخ وتبكي، لا 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 ده كله كله. طب الاسلام اقر ان هناك بكاء؟ ايوه. قال ان في حزن؟ ايوه، ده احنا بشر، وانا وانت عندنا عواطف ومشاعر واحاسيس، ولما يبقى في حاجه كويسه بنفرح وننبسط.
إنما بنضرب نار ونعطل الطرق ونجيب 25 عربية وكل على عربية عليها الحاف ولا عليها مخدة ويوقفوا الطريق والشباب بتاعي من دول اللي أسأل الله أن يهديهم جميعا يعملوا بقى ويرقصوا تعال وبعد ده كله أكبر نسبة وسيادة النائب عارف وسيادة المستشار للطلاق موجودة في مصر العيال بعد ما يجدوا بشهر بشهرين بثلاثة سنة انتوا عارفين يتطلق ليه؟ لأن الاختيار لم يكن على أساس من الإيمان وليه كمان وما تزعلش وأنا بطبع على نفسي الأول لأن آبائهم ما ربهمش التربية الإسلامية دي الصحيح مش كده ولا ايه؟ سبناهم نهج بقى الوسائل الاتصال الاجتماعي وما إلى ذلك المهم إن الإنسان خلق ايه؟ هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع استثنى وقال إلا المصلين أنا مش عايز أطول بقى لأن إلا المصلين ذكر بعدها تمام صفات ولقيت الإمام المراغي شيخنا في تفسيره قال ذكر ربنا هنا ثمانية صفات للمؤمنين وقال في الأول إلا المصلين لأن أبواب الجنة ثمانية فكل من طبق صفة من هذه الصفات يبقى يدخل باب من أبواب الجنة يبقى ثماني خصال لأبواب الجنة ليه التمن إلا الإيه يعني المصلي بقى مش هينطبق عليه هلوعة اللي هو إذا مسه ليه الشر وطبعا أنا بقول دايما وسائل الاتصال الاجتماعي 90% فيها غلط لكن قريت بأن واحد بيقول إيه بيقول لا تصاحب تارك الصلاة يمكن شفتوها كلكم على الفيس بيقول لي لأن تارك الصلاة هجر ربه ولا بد أن يأتي يوم ويهجر صحبه هو اللي هجر ربنا ده اللي هجر ربنا هيبقى تأمل له يبقى لا تصاحب ايه تارك الصلاة يبقى خليكم معايا مشايخ عشان ما انساش شيخ حجات فين خدت بالك عشان ما انساش يا مولانا الا الايه المصلين اول حاجه الذين هم على صلاتهم دائمون واخر حاجه والذين هم على صلاتهم يحافظون خلي بالك انا بقول اول واخر حاجه ليه هتعرف دلوقتي طيب حافظين سوره المؤمنون ربنا برضو ذكر فيها صفات المؤمنين وذكر فيها معظم هذه الصفات الموجودة في سورة المعارج إلا صفة واحدة هقول لكم عليها بعد شوية بيقول الذين هم على صلاتهم دائمون وفي الآخر والذين هم على صلاتهم يحافظون هل هناك فرق بين المداومة على الصلاة والمحافظة على الصلاة أنا ما كنتش أعرف رحت راجع للإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن وأنا عملت بحثين وأنا بترأس درجة أستاذ في تفسير الإمام القرطبي وقرأته بفضل الله من أوله إلى آخره الإمام القرطبي بيقول لهو اللفظة في القرآن بتأتي هكذا المفروض المسلمين يعرف بأن هناك فرقا بين المداومة على الصلاة وبين المحافظة على الصلاة ايه بقى سر شويبسي ده بقى اللي هي المداومة على الصلاة والمحافظة على الصلاة قال لك على صلاتهم دائمون يعني في نفس الصلاة يعني يجي الوقت وقادر يروح الجامع عشان ياخد ثواب يروح يصلي يبقى بيحافظ على او بيداوم على اداء الصلاة في اوقاتها كاملة غير منقوص طب ايه بقى المحافظة على الصلاة قال لك يحافظ على احوال الصلاة
يبقى في مداومة الذين هم على صلاتهم إيه؟ دائمون، وفي محافظة دائمون يعني في الصلاة نفسها دائما شاغل نفسه بالصلاة. وذلك احنا عندنا في الإسلام يا شيخنا أوتاد المسجد، من هم أوتاد المسجد؟ اللي هم دايما يسألوا يا ترى الظهر الدن؟ طيب إذا كان الظهر الدن يبقى نصلي ونطلع جارية عشان خاطر نصلي العصر المغرب العشاء والحاجات دي كلها. يبقى ده اسم المحافظة المداومة اللي هي المحافظة على الصلاة نفسها. إنما المحافظة علك يحافظ على آداب الصلاة وعلى سنن الصلاة وعلى أركان الصلاة، وأركان الصلاة 18 ركنا. طيب وأركانه زي ما أبو شجاع حافظين يا أولاد، النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ونية الخروج من الصلاة. يبقى دي اسمها ايه بقى؟ أحوال الصلاة. عشان كده والله أعلم قال في الأول الذين هم على صلاتهم دائمون، وما قالهاش في المؤمنون، وقال في الآخر ها والذين هم على صلاتهم يحافظ. طيب باقي بقى الصفات ايه؟ الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، رقم واحد. يبقى الصلاة والذين في اموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم. انا كنت فاهم ان حق معلوم ده ان اي حق يعطي السائل ويعطي المحروم. السائل هو الذي يسأل وده ما فيش مشكلة، ويمكن انا والناس اللي هم اما اهل الخير يقولوا احنا ندي مين؟ اقول له والله السائل انت بتديه والتاني والتالت والرابع، انما الذي يتعفف ولا يسأل ويلبس عباية زي حالاتي كده وكويس ومش عارف ايه لكنه يعني ما عايش على الكاد، انما عنده عفاف زي ما ربنا قال في البقرة الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم جاهل واغنياء من التعفف تعريفهم بايه؟ بسيماهم لا يسألون الناس ايه، انما الناس اتخذوا المسألة الآن حرفة كده ولا ايه؟ ويدعي انه هو دراعه ومش عارف ايه وروح جاي شايله وتجيب عين اللقيط ولا حاجة وتحبطه والكلام الفارغ ده. والإسلام لا يعترف بكل هؤلاء، إنما هنا يقول لك والذين في أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم. رجح العلماء أن هذه الآية مقصود بها الزكاة المفروضة، لأن ما دام الحق معلوم يا مولانا يبقى هي الزكاة. إنما هو تكلم في آيات أخرى عن الإنفاق وعن الصدقات بوجهه وجهه. يبقى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رقم ثلاثة والذين يصدقون بيوم الدين. وأنا وأنت لا نكون مؤمنين إلا إذا آمنا بستة أشياء: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه وإيه ومره. يبقى لابد أن تصدق بيوم الدين يعني بيوم الإيه؟ الجزاء. كل الكفر والتانيين لا يؤمنون بيوم الإيه؟ الحساب. يقولوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت وإيه ونحن كده ولا إيه؟ والذين يصدقون بيوم إيه؟ الدين. وبعد كده والذين هم من عذاب ربهم مشفقون يعني خائفون إن عذاب ربهم غير مأمون ولا يأمن مكر الله إلا القوم إيه؟ الخاسر. يبقى والذين هم من عذاب ربهم في حد عاقل مسلم ما بيخافش من عذاب ربنا؟ طب ده احنا اتعلمنا واحنا لسه بوتيت صغيرين في الازهر بان النار بتاع الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله.
جزء من 70 جزء. شوف لما بتحصل حريقة ولا بيحصل بتاع ومش عارف ايه والموتى والقتلى ولموا الاشلاء والكلام ده كله. طب مين هيستحمل ان يخش زي ما بقول دايما يا مولانا ياخد حمام سونة في جهنم حتى لمدة لحظات في حد؟ ما فيش حد حيقطعه مش كده ولا ايه؟ يبقى من صفات هؤلاء العباد الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير ايه؟ مأمون. وبعد كده والذين لفروجهم حافظوا. والثلاث آيات دول وردوا في سورة ايه؟ المؤمن. والمشكلة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم ايه؟ العاد. وبعد كده قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وانت مؤمن لابد أن تكون مؤتمنا، لأن كلمة إيمان وكلمة مؤمن وكلمة أمانة كل ده من الجذر اللغوي أمينة. يبقى لابد أن تكون إيه؟ مؤتمن. وإنت المفروض بقى تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمانة هي إيه عشان ما ندخلش في تفاصيل؟ كل ما ائتمنك الله عز وجل من حقوق الله ومن حقوق العباد ده بيعد ايه؟ بيعد امان. خلي بالك والذين هم لأماناتهم وعدين وراعون. وردت يا مشايخ في المؤمنون ولا لا؟ وردت، انما الايه لم ترد هناك والذين هم بشهاداتهم قائمون. الله، انا سالت نفسي ده انا راجل بتاع اصول لغه، يعني المفروض ان انا بحاول انا ابحث في معاني الكلمات. هي الامانه ايه؟ ما هي الامانه لابد ان يكون الانسان وفيا بالعهد ويؤدي الشهاده. امال ربنا بيفرض الشهاده بالذكر هنا بالذات ليه؟ قال لك لانها من الامانات. الشهاده من الايه؟ من الأمانة. تطلب لأداء شهادة يبقى تؤدي الشهادة بحقها لوجه الله تبارك وتعالى، لأن ربنا قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإنت بقى بتأدي أي شهادة المفروض تراجع نفسك. يا ترى الشهادة دي أنا بأديها لوجه الله ولا من أجل عرض أو غرض من أغراض الحياة الدنيا؟ يا ترى أنا بأدي الشهادة ده عشان ديني وعشان عقيدتي وعشان إسلامي، ولا بؤديها من أجل أي عرض أو غرض من أغراض الحياة الدنيا؟ هو ده السؤال اللي الواحد يسأل نفسه عليه قبل أن يدلي بالإيه؟ بالشهادة. والذين هم بشهاداتهم إيه؟ قائمون. مش كده؟ بعدها إيه بقى؟ والذين هم على صلاتهم يحافظون. ما جزاؤهم؟ أولئك في جنات مكرم. لما أصحاب الصفات الثمانية أبواب الجنة الثمانية ينتظرونكم إن طبقوا هذه الصفات. ونسيت أقول بأن من موضوع الشهادة إنك أنت ما تشهدش زور. ما تشهدش إيه؟ زور. لأن أنا وأنت عايزين نبقى من عباد الرحمن ولا من عباد الشيطان؟ عايزين نبقى من عباد الرحمن. من صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان إيه؟ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا إيه؟ مروا كراما. هذه هي بعض اللبحات، ولا نود أن نطيل عليكم
في هذه الليلة الطيبة المباركة التي ما جئنا إليكم فيها إلا حبا فيكم جميعا يا أهل طليا ويا أهل مركز أشمون كل الناس اللي هم موجودين. وطبعا من لم يشكر الله فلم يشكر الله، لا بد أن أشكر هذا الفريق من العلماء والقراء والأدباء والمتكلين وكل من حضرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، وإني داع فأمنوا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا فرجتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين على صلاتهم دائمون. اللهم اجعلنا من الذين لأماناتهم وعهدهم راعون. اللهم اجعلنا من الذين هم بشهاداتهم قائمون. اللهم اجعلنا من الذين هم لفروجهم حافظون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. من أراد مصرنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد مصرنا بسوء فأرنا فيه عجائب قدرتك، فأنت القادر وأنت المقتدر وأنت على كل شيء قدير. كل عام تقولوها كده، ما فيش حاجة اسمها كل عام، كل بالفتح عام وما فيش واو. أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. حقا إن العلماء هم سرب الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه، يستضيء به أهل عصره. أجهد نفسك على علم تستريح به، ولا تعيشن بعلم واحد كسلا. النحل لما اجتلى من كل فاكهة حوى جوهرين، الشمع والعسل، فالشمع نور يستضاء بنوره، والشهد يبرئ لنا الأسقام والعللا. هكذا استمعتم إلى كلمة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الذي أفاض علينا بنفاحاته وببركاته. وحقا ما يقال فهو رزق المستمعين.